Junior, up. Chicken. Chicken. Junior, bark. 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 Down. Stay. 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 هو دلوقتي بيحط التريت على Stay. ايده. Stay. 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 Eat. No. No. Eat. Good boy. Stop. Sit. Down. Up. Back. Back. Sit. Down. Stay. 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 Come. Sit. Sit. Chicken. Chicken. No. Junior. I'm afraid. Sit. Up. Chicken. Chicken. No. Chicken. Come. Sit. Good boy. Stay. 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 No. No. طيب حضرتك ممكن بس ايه تقول له stay. تمام، تقول لي ايه رأيك في تجربتك في K9 Dogs Training؟ والله يعني هي التجربة كانت كويسة، أنا كنت جربت حد قبل كده وما يعني إيه ما لقيتش نتيجة، بس مع K9 بصراحة يعني لقيت اختلاف كبير، بعدين يعني من أول مرة بقى في اختلاف عن كل مرة، كل مرة أنا شايف إن الضغط بتزيد وإن هو الأوبيدينس بتاعه بقى أعلى من الأول بكتير. تمام، يعني الأول إيه المشاكل اللي كنت بتقابلها ودلوقتي بقى كويس فيها؟ يعني من المشاكل اللي في الأول طبعا إن هو ما كانش بيسمع الكلام، ولو يعني أنا كنت بعلمه ست دي بالعافية، بس هو دلوقتي يعني هو بصراحة بقى مطيع وبيعمل كل الحركات حتى مع الأولاد الصغيرين بقى يعمل كله دلوقتي بقى شغال معاه، والأوبيدينس بتاعه بقى أعلى بكتير. زي ما أنت شايف هو لغاية دلوقتي هو لسه قاعد شد التريت ومش راضي. تمام، يعني تنصح الناس إن هي تدرب الكلاب عندنا ولا؟ أكيد أنصح. أكيد. أكيد أنا جربت قبل كده حد وأكيد. أكيد. أنا من الناس اللي عمالة دلوقتي تعمل منشن ليكوا في حبيبي الفيسبوك. حبيبي ربنا يخليك. ماشي بس كده. ده جونيور يا جماعة، طبعا هو روتوايلر 4 شهور دلوقتي صح؟ 5 شهور دلوقتي. زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله وصل لمستوى كويس جدا في التدريب معانا، ولسه برضو مكملين معانا ان شاء الله.